قامت كلية تطبيقية في جامعة شقرا اليوم لقاء تعريفي للطلاب المستجدين. تعرفت أن يوجد 7 تخصصات، ما بين 7 تخصصات تم اختياري تقنية الهندسة الكهربائية لحصول على شهادات مهنية في هذا المجال، وتخصص إن شاء الله مطلوب في عدة وظائف كثيرة. طالبة في الكلية التطبيقية بجامعة شقرا تخصص أمن معلومات، استمتعت اليوم باللقاء التعريفي للكلية وتعرفنا على البرامج والتخصصات التابعة لها. اليوم الكلية التطبيقية في جامعة شقرا أقامت لقاء تعريفي للطلاب المستجدين، وما شاء الله في عدة تخصصات، 7 تخصصات ما شاء الله، وأنا من ضمنها أمن معلومات. والتخصص هذا يعني ما شاء الله فيه عدة شهادات وعدة وظائف، من ضمن الوظائف المستهدفة هذه مدير أمن معلومات، أخصائي أمن معلومات، ونسأل الله التوفيق.